اتكلم معانا النهارده في الارهاب. قال لنا مش عايز الشعب المصري يفكر في حاجه اسمها ارهاب نهائي. انا عايز الشعب المصري يشتغل، وسيبكم من شويه الفراقيع وشويه القنابل اللي بتترمي شمال ويمين. انا كسلطه وكدوله وكجهاز جيش وشرطه قادرين ان احنا ننهي الموضوع دوت في خلال 3 ايام من تولي السلطه. فبيقول للشعب المصري ما تفكروش في الارهاب، مش هيبقى فيه ارهاب. هؤلاء الفئران اللي بيحاولوا يعملوا اي مشاكل مع الشعب حاليا، هؤلاء ليس لهم، لن يكون لهم وجود نهائي بعد تولي البشير رئاسه مصر ان شاء الله. اتكلم معانا عن الشباب ودور الشباب في المرحله القادمه، وازاي هو مهتم بوجود الشباب. هيعمل مركز اسمه مركز الوطني. هذا المركز هيعد قاده من الشباب لان يكونوا في جميع الوزارات وفي جميع المناصب. ووعد شخصي ان شاء الله لما يتولى الرئاسه هيكون ضمن جهازه الرئاسي اكثر من 30% من الشباب.